الحلاوه والجمال ده حلاوه كمان. ربنا يخليك. ايه ان شاء الله عامل ايه بقى في موضوع الاكل العصافير الغالي ده؟ بتاكل عصافير ايه؟ هنوكل عصافير فرانس برضه. فلارس. فلارس. طب ما هو غاليه دلوقتي، بتعمل بقى ايه؟ تقدم حاجه ثانيه بديل؟ الناس يا حاج مدينه بنبيع اهو. الحمد لله. الحمد لله. عاملين. وصل كام فلارس دلوقتي بقى؟ الفرنس دلوقتي واصله 15 جنيه. 15 جنيه؟ ازاي ده؟ انت باين عليك مش السوق خالص. الفلاريس بكام؟ واصله 40 جنيه بقى. 40 جنيه؟ لا شفنا يعني النهارده رخصت كده قصدك ولا ايه؟ لا غاليه لسه برضه. 40 يا راجل، انا اخش اشوف دلوقتي 40 ازاي؟ معقوله؟ 40 جنيه والله. طب كويس، انا اخش اشوف دلوقتي الدنيا عامله ازاي في السوق. تمام ماشي، شكرا يا باشا، شكرا. غلاوة أم أنا جبت معاك الفايدة. عاملين كام بقى الحبشة ده؟ عاملين كام الحبشة ده؟ 2.5. 2.5 بالقفص ولا إيه؟ لا من غير القفص. ها؟ القفص. بس بالقفص بيطلعهم ب 450. 450 بالقفص، لكن من غير قفص 250. بسبب الغلاوه انا ممكن ابيع الاربعه الدست دي كلها ب 300 جنيه بسبب الغلاوه. يا نهار ابيض. والله العظيم ممكن ابيع السبب ب 300 جنيه، اربع خمس جواز ولا ست جواز. وكله بيبيع عشان عايز يخلص وخلاص. مش كله عشان عايز يخلص، كله بقى الدنيا كله بقى ب 55 جنيه. ما الناس هتعيش ازاي؟ 55 جنيه؟ لما هتاخد شغالين منهم مش هتبيع اول، هتنزلني على اليوتيوب. ما حاولتش تاكل حاجه بديله؟ والله يا ابني يعني غير البركه والفلارس باكلهم اسمه ايه دوت بليله. قمح بليله. تمام. اللي انت بتتكلم في اللي جاي هو صح، البركه غلي او دوت الفلارس. البركه ب 45 وفلارس 50. عشان كده ما حدش بيقول لك بركه لازم يجيبها. ربنا معانا بقى نعمل ايه؟ طب كام؟ اقول لك انا الرز عامل كام؟ الرز عامل 400 جنيه. 400؟ طفرات مختلفة بقى. البيلكم 45 والفلارس. الفلارس 45. قال لي 50. 50 النهارده؟ 50. لسه ما اروح ان شاء الله. ربنا يجعلهم احسن منهم ان شاء الله. والبادج عامل كام عندك؟ الاسترالي؟ الاسترالي عامل 75 جنيه. عامل كام؟ 70. 70 القص. ربنا يجعلهم احسن منهم ان شاء الله. يا رب. ربنا يكرمك. عامل كام اللاتين عن السايق؟ عامل 400. 400؟ هي دي مش انت ايه؟ ولا هي دي والحبشي؟ الحبشي عامل كام؟ 250. 250 هو الفول؟ وعامل ايه في الاكل الغالي بقى ده اليومين دول؟ بتاكلهم ايه؟ برضه؟ قمح بس؟ يعني استغنيت عن البركه والفلارس؟ بجد؟ ما بيعيش السال معاك ولا حاجه؟ طب في ناس بتخاف تقول لك بيعمل اسهال. حلو اصلا انت والله. تمام. ربنا يجعل سمع احسن منهم ان شاء الله. ده عامل كام بقى الرز؟ الرز عامل 200 جنيه. 200 جنيه لسه شبابات. شبابات عمر 5 شهور. ولو كبير بقى شغال؟ لو شغال الجزء يعمل له 300. 300 اعتقد ان ده شغالين. 300 جنيه. تمام. والفيشر ده عامل كام يا حاج؟ الفيشر ده عامل كام؟ 300. انت بتاكل برضه بركه وفرنس بس؟ ها الكلام اللي احنا فيه ده. بس العمليه متعبه طبعا. الاكل بتاعه مش هينفع غير بركه وفرنس. الحبوب الرز اساسيه. حتى لو هتضيف اي اكل لازم بركه وفرنس. لازم. اساسي. شكرا يا باشا. اي خدمه. بالنسبه بالنسبه للفوله اللي عندك كان عندك؟ 300. 300؟ والصلاليات؟ 100. 100. واللاتاينا بالنسبه للكوكتيل 500. وليزابيل 600. 600. وعامل ايه بقى بغلاء الاكل من دول؟ على الله ونعم الله.